خلينا ندخل في اخبارنا واقول لحضراتكم ان بيتو موسيماني قال ان هو وجهازه المعاون الفتره الجايه او الساعات المقبله دي هيكون قاعد بس بيدرس ايجابيات وسلبيات مباراه الدحيل ومباراه بايرن ميونخ علشان يقدر يحقق اكبر استفاده ممكنه قبل مباراه اللي هي تحديد المركزين الثالث والرابع قدام بالميراس البرازيلي. وقال موسيماني بالطبع احنا بنتطلع ان احنا نحقق المركز الثالث والميداليه البرونزيه، وعشان كده علينا ان احنا نستفيد من مباراه الدحيل حلو بايرن ميونخ علشان نحقق هدفنا المتبقي في المرحله دي من المنافسات. طيب الزعل اللي كنت لسه بتتكلمي عليه ده انا شايف انه ممكن يكون يتم حاجه يتم استغلالها بشكل ايجابي. دي. انت شفت انه كان ممكن او انك كانت الدنيا قريبه، انا بيتهيألي لو كان ده قناعتك في ماتش بايرن ميونخ يبقى اعتقد انه مفترض ان ده يترجم في ماتش بالميراس، واللي اعتقد انه ظهر بصوره مش متوقعه او ما ظهرش بالشكل المرعب والمخيف في مباراه قبل النهائي مع تيجراس المكسيكي، وبالتالي فرصنا في الماتش اللي جاي اعلى بكتير جدا من فرصنا قدام بايرن ميونخ. حاله الرهبه وحاله الضغط عدينا بيها خلاص، نستفيد من ده ونبتدي نلعب كورتنا ونلعب بمستوانا، والطموح انك انت ترجع ببرونزيه طموح مش قليل على الاطلاق، بالعكس ده هيبقى انجاز كبير جدا للجيل ده من لعيبه النادي الاهلي.